كان في زرافتين بس في مصر، زرافة في اسكندرية ذكر وزرافة انتية في الجيزة. بقول لك ايه يا اشرف، معاك 2000 جنيه ضروري محتاجهم جدا يا اشرف. مش من هنا يا اشرف قبل ما تعور نفسك. أنا آسفة يا ليلى. حكاية الزرافة اللي سمعتها دي ما خلصتش كده. الزرافة ما ماتتش.